المغرب اللي كل عملوا كل حاجه عشان يمشوا الدنيا وتطبيع واتفاقيات امن وتجاره وتبادل تعليمي ويقعدوا ومناورات مشتركه، لكن الشعب المغربي شوف بيقول ايه في الشارع، اتفرج على المغاربه عاملين ازاي. مسيرات حشيدة في الدار البيضاء وطنجة وغيرها من المدن المغربية لم تتوقف أسبوع واحد من بداية الطوفان. السنوار كان حاضر في مسيرات الشعب المغربي بالأمس زي ما بيعملوا بقالهم سنة. المغاربة والله، وده بقوله دايما في البرنامج، شعبين لن ينساهم التاريخ في وقوفهم مع الشعب الفلسطيني في تلك الحرب والمحنة. الشعب اليمني اللي بيخرج مسيرات مليونية كل أسبوع دعما لغزة وفلسطين، الشعب المغربي اللي رغم القمع ورغم التطبيع اللي واصل لمرحلة ريحتها فاح ورغم الاعتقالات بيخرج برضه في كل المدن المغربية. كل المدن المغربية بالاستثناء بتخرج، حتى لو 5 أو 10 أو أسرة لوحدها في قرية يخرجوا يتضمنوا مع أخواتهم في غزة وفلسطين. تطوان المغرب. المشاهد من المغرب والله رسالة للكل. جيش الاحتلال ومن يتعاون معاه، كل اللي بيراهن على هذا الاحتلال والمطبعين معاه مهما مضيت ووقعت وعملت اتفاق مش هيتغير المشهد الحقيقي ولا ضمير الشعوب. شعوب منتكسة جبانة خايفة، لكن اللي في القلب في القلب. كان المصريين طبعوا والأردنيين باعوا. المغاربة اللي في 2016 قال لك خلاص سنة سنتين بالشكل ده الطيران يفتح بين الرباط وتل أبيب ويا دار ما دخلك شر. 2016 شوف امبارح المغاربة في الشارع بالآلاف. يسقط التطبيع. لا يمكن حضرتك تتخيل ان الخونة اللي ظاهرين على السطح في مصر وفي السعودية وفي الامارات وهنا وهناك دول حقيقة. المشهد ده مصنوع بامتياز، لكن المصيبة هو انه مش كل الناس بتتحرك اللي رافضين الوضع. ليك دور جوه بيتك مع اولادك
بوحيك مع جيرانك مع عيلتك في شغلك ان القضية ما تموتش. اسمع اهلنا وناسنا في طنجة المغربية الحرة. من الاعلى غزة من روحنا اغلى عنها لن نتخلى عنها لن نتخلى كلا والف كلا كلا والف كلا واستحرق لنا بوحدنا استحرق لنا بوحدنا بلا ما نبيع بلادنا بلا ما نخون جدادنا.